الذي تفعلونه على مواقع التواصل الاجتماعي، غالبا تعتمدون عليها في التواصل مع أصدقائكم أو أقاربكم أو مشاهدة الفيديوهات ومعرفة أخبار العالم، والبعض طبعا وظفها كوسيلة للربح سواء للأموال أو اللايكات أو المشاهدات. ولكن هل تبرر الغاية بالربح الوسيلة المتبعة؟ لا شك أن البعض يستغل وسائل التواصل في سبيل الكسب غير المشروع والنصب والاحتيال، ومنهم عصابات الجريمة المنظمة أو حتى الأشخاص العاديين الذين قد يكونون مهووسين بجمع المشاهدات والإعجابات لدرجة استغلال أطفالهم وعوائلهم. في الأردن انتشر مقطع فيديو لطفلة صغيرة عمرها 4 سنوات، ظهرت وهي تجلس داخل مقبرة وتبكي وتشكي على قبر ادعت أنه لوالدتها المتوفية. وأنا مروح التفتت على البنت قاعدة لقلة التربة لقلة المقبرة، يعني شو بسابه هون عمو؟ أمك ماتت؟ طب شو جابك هون؟ شو بتعملي هون؟ أمي تقدر لك على ريحة أمك؟ تقول الطفلة إنها يتيمة وإن زوجة والدها تعاملها بطريقة سيئة وتقوم بضربها بعد وفاة أمها. مين كحشك؟ مرتبوت. مرتبوت كحشتك؟ آه. كحشتك أنت عمرك 3 سنوات، ما يقارب 3 سنوات ونص. 3 سنوات ونص. آه. طب ليش ما بتقولي لأبوكي؟ ليش ما بتقولي لأبوكي؟ ايش؟ ابغى بالشغل. طيب بقولي له لما يروح، بتقولي له شو بحكي لك؟ ما بصدقكيش؟ طيب ليش ما تروحي تعيشي عند دار جدك ياخذوك دار جدك عمامك؟ دار امي. تشدش دار امك؟ ولكن ما صحة هذا الفيديو وما تقوله الطفلة؟ بعد انتشار الفيديو قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بعد رصد الفيديو المتداول ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، وألقي القبض على والدها بعد أن تبين بأن الطفلة بصحة جيدة ووالدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لحصد مشاهدات مرتفعة عليه. طبعا تولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الشخص للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها ويضمن عدم تكرار ما حصل معها مستقبلا. وبعد كشف حقيقة الفيديو طبعا انصدم الأردنيون من تصرف الأب ومن براعة طفلة بهذا العمر في التمثيل. فجهاد اللحام أو جهاد لحام يقول: يا الله لوين صرنا؟ أصبح البعض منا يتاجر بعرضه وشرفه وبناته وأبنائه من أجل حصد لايكات ومشاهدات، ضروري التيك توك ينحذف بالأردن. أما وليد محمد يقول: كلها صارت تشحد بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التخلف والجهل وحب الشهرة، لوين وصلوا الناس؟ وأخيرا تغريدة من فاطمة العموري تقول: يا الله هدول بياخدوا جائزة أوسكار بالتمثيل، البنت وأبوها مش طبيعيين، والله بكيت عليها ودعيت على مرت أبوها وأبوها وطلع كله كذب. مشاهدينا، يبدو أن الحكومة الأردنية صنفت هذه القصة تحت مسمى التسول الإلكتروني لحصد اللايكات والمشاهدات طبعا. وكانت الحكومة الأردنية قد دفعت إلى وضع مشروع قانون لمكافحة التسول الإلكتروني، وقد أدرجت التسول ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الإتجار بالبشر بهدف حماية الأطفال من استغلالهم في التسول أو العمل بالسخرة، ويعاقب عليها القانون في الأردن بالحبس لمدة 3 أشهر تقريبا، وقد تصل العقوبة في حدها الأقصى إلى الحبس لمدة سنة.